جدري القرود هو فيروس من نفس جنس الجدري، ينتقل أولاً عن طريق الحيوان أو من الحيوانات إلى البشر، ثم ينتقل بشكل أساسي من إنسان إلى آخر عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي أو ملامسة الجلد للجلد مع الآفات الجلدية المعدية الأقل شيوعاً. القوارض والقرود في إفريقيا هي الملاذ الأكثر شيوعاً للفيروس، في حين أن مضيف المستودعات الأخرى حيث ينمو العامل الفيروسي ويتكاثر غير معروفين. كما يحدث جدري القرود في المقام الأول في المناخات الاستوائية مثل الغابات المطيرة في غرب ووسط إفريقيا، وينتقل بشكل أساسي إلى مناطق أخرى عن طريق المسافرين المصابين. سريريا تأتي الحمى المصحوبة بالضيق والتعب والصداع أو ضعف العضلات بعد فترة الحضانة التي تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين. تشير هذه الأعراض الفيروسية الكلاسيكية إلى بداية المرحلة البادرية، وتجدر الإشارة إلى أن تورم العقد اللمفاوية يميز الجدري عن جدري القرود، وقد يكون تضخم العقد اللمفاوية معمما أو قد يشمل العنق والإبط. بعد هذه الفترة يظهر طفح جلدي بقعي على الجسم، يبدأ بالوجه وينتشر إلى أسفل. قد يتطور الطفح الجلدي إلى طفح حويصلي أيضا قبل أن يتقشر ويتلاشى. وتجدر الإشارة أيضا إلى حقيقة أن الطفح الجلدي يمكن أن يشمل باطن القدمين وراحة اليدين، وهي سمة سريرية تقتصر عادة على عدد قليل من الأمراض النادرة مثل فيروس كوكساكي وحمى روكي ماونتين المبقعة والزهري الثانوي. عادة ما تكون حالة الإصابة بجدري القرود في إفريقيا الوسطى أكثر حدة من تلك التي تصيب فصيلة غرب إفريقيا. فيروسات جدري القرود هذه تؤدي إلى معدل وفاية أعلى، ولديها انتقال وثيق جيدا من شخص لآخر، ومع ذلك لا داعي للقلق بخلاف الوعي بهذا المرض من منظور الصحة العامة. من غير المرجح أن ينتشر هذا المرض، ومع ذلك لا داعي للقلق بخلاف الوعي بهذا المرض من منظور الصحة العامة من غير المرجح أن ينتشر هذا المرض وفقا للدكتور دانيال باوش رئيس الجمعية الأمريكية لطب المناطق الحارة والصحة العامة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد وحصري.